نظم الشيخ الدكتور محمد الروي حفظه الله قصيدة في نعي الشيخ الفقيه الراحل سيدي العياشي أفلال رحمه الله تحت عنوان مات المبجل. قال في مقدمتها: إلى روح الفقيد الداعية الرباني والمربي الكبير وأستاذ الأجيال الذي صنع الرجال الأقوياء الأمناء الذين غرس فيهم مبادئ الإسلام وقيمه السامية وأخلاقه العالية ورباهم على الوسطية والاعتدال وحب الخير ونشر الأمن الروحي والاستقرار النفسي والسلم الاجتماعي، إلى روح العلامة الفقيه سيدي العياشي أفلال أهدي هذه القصيدة تخليداً لبعض مناقبه واعترافاً ببعض مكارمه رحمه الله تعالى. قال الشيخ الدكتور محمد الروي في قصيدته: هتف النعي على المسامع وانفتل بحديثه يجري المدامع والمقل، لهفي على الآذان تسمع قوله نجم بتطوان الحبيبة قد أفل، خفق الفؤاد لوقعه متأثراً بفراقه ومن الحرارة قد سأل، ماذا أرى ماذا يدك مسامعي بالله يا تطوان ماذا قد حصل، ماذا سمعت وهل صحيح أنه صعد المبجل للسماء على عجل، آه تأكد ما سمعت وأنه بلغ الكتاب بربه ذاك الأجل، مات المبجل أفلال مسبحاً ومكبراً لله يحدوه الأمل، مات المبجل ناصحاً وموجهاً بثباته وعزيمة الشهم البطل، مات المبجل داعياً ومربياً أعطى لتطوان النموذج والمثل، مات المعلم واثقاً مستبشراً وصعدت أنفاسه تهب القبل، لهفي على طلاب معهد مالك وليتم يفعل فيهم فعل الأسل، كان الأب المحبوب في حلقاتهم من وجهه يبدو التواضع والخجل، لم تلهه عنهم خويصة نفسه لم يثنه له الحديث ولا غزل، لهفي على تطوان تندب حظها وتودع الشيخ الجليل وقد رحل، لهفي على الآلاف يحرقها الأسى ويذيبها ألم الفراق وما حصل، ولنا العزاء بغرسه ونباته وبهذه الأنوار أوقدها الرجل، إن مات ما ماتت شمائل التي تبقى مناراً عالياً فوق الجبل، إن مات ما ماتت عزيمته التي قد مزقت في الناس أذيال الفشل، إن مات ما ماتت وصاياه التي قد أيقظت فينا العزائم والعمل، فالله يرحمه ويجعله لدى أعلى الجنان ويلبسه الحلل. الدكتور محمد الروقي بمدينة سلا العامرة في 3 ربيع الأول من سنة 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 20 أكتوبر عام 2020 ميلادية. قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تي في.